بالنسبة لحكاية القبضة ما فهمنا شيء، علاش بعثونا الاغتيادية؟ ما البيرو اللي تمشي له يقول لك لا ما بعثنا لكش القبضة نتاع برقة شادة صحيح، قال لك لازم تخلص الاغتيادية. قديش قيمتها الأغطية؟ قيمتها 4,710,000. والسبب معليش خاتيو فيكم؟ السبب قال لك عندك برشة تخدم، ونحن مازلنا كحلينا تو عندنا 4 شهور. عندك باتين ده؟ الباتين ده عندنا، باتين ده عندنا باتين ده وكل شيء، ومعناه ديكلارينا معناه باش اللي كوننا نحن باش نخدم كل شيء. قال لك عندك من 2007 وانت تخدم. كيفاش عارفوا هم من 2007 وانتم عدى هو قال لك من 2007 تو المرحوم المحضر معناها الرخصه نتاعها سكرها، الباتين ده تاعها مسكرها. قال لك لا قاعد يخدم المشروع، وانا معدينها للمحكمه تو مازالوا ينظروا فيها، وقال لك تو معناها نرجعوا لكم مرات كيفاش بالضبط. وفي الباتين ده نتاعكم شنو نوعيه النشاط؟ نشاط ارتزانه. ارتزانه هذا هو الاقلام اللي نخدموا فيه، وعندنا معناها ما يثبت لي كوننا نحن مازال المشروع مازال كيبدا يخدم. مقلت الضوء كل شيء معناها كنا له معناها عندنا الوثائق الكل معناها لان احنا مازلنا كحلين. قال لك لا ما استنى حتى تنظروا في المحكمه كيفاش باش تحكموا المحكمه. فهمتك. والله واش باش نقول. طيب المشروع بتاعكم قديش يخدم من واحد في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي تو 4 قاعدوا فيها. تو موجودين 4. وكيف تتحرك الخدمه والسياحه ويكثر البيوع؟ قديش هي قادر حتى 20 صانع يوصل يخدم حتى 20 واحد، وحتى يخدم بالقد ايه معناها نحن والطلبات السلعه كان سحق الطلبات وواحد مثلا باش تزيد خدمه تخدم كل شيء. واغلبيه التجار اللي يشريوا من عندكم ولا حرفائكم وين؟ في تبرقه لنا ولا خارج؟ في الساحل. الساحل كثيريه في الساحل، وحتى عندنا معناها رجال من برا يجونا معناها توريست من برا باش يهزوا السلعه. منين من برا؟ من فرنسا من ايطاليا معناها القوس صعوبات برشا. صعوبات من نوع شنو؟ صعوبات مثلا بالنسبه للسيل معناها للجر ما عندناش باش نوفروا لهم سلعتهم. قداش يطلبوا هما الكونتيتي مثلا؟ وشنو انواع السلع اللي يحبوها؟ الزيتون. زيتون مكثرين، زيتون الجالي. اي زيتون الجالي معناها مصعبه اداره معناها الغابات مصعبتها علينا. عارفين النوع باش نقصوا. عارفين السلعه اللي تصنعوا فيها من الزيتون. الفرنسيس كي يجوا يحبوا سلعه شنو يحبوا؟ يحبوا معناتها كل يحبوا المهارس، يحبوا الصحافي، يحبوا الشقايل، يحبوا برشا حاجات، برشا حاجات وكل تاع البيروات، برشا حاجات يطلبوا علينا. لكن ما مش موفرت لنا السلع. عندنا شويه صعوبات في السلع باش تجيب السلعه، عندها برشا صعوبات. والحطب تجيبوه من هنا متبرقة ولا؟ اي موجود لهنا في عند رام، في ببوش، في برشا بلايص موجود، جبل كلها فيه موجود. وكيف تحكيوا مع الصناعات التقليدية ولا السياحة بحكم عندها دخل في القطاع هذا؟ ما شنو يجاوبوكم؟ تو ننظروا في الموضوع وما ثم شيء. ما ثم حتى شيء، حتى رد ما يجاوبوكش خلاص. تمشي تحكي معاهم يقول لك تو ننظروا في الموضوع وما يرجعوا لك حتى شيء. فرضا تو بحذاك مندوب السياحة ومندوب الصناعات التقليدية شنو تسألهم؟ سلام علاش هكا مصعبين مثلا الامور كما هكا، ومعناها برشا عائلات قاعده تسترزق منها وبرشا حاجات، برشا حاجات انا العائلات ما نجم تكون معناها ما تعطل على الحاجات هذه، على انا على الحطب، على برشا حاجات. فهمتني الصعوبات في هذيك؟ واضح. صح.